السعودية طالن الوية درع الوطن بدل الانتقال في عدن ولا وجود للانتقال من اليوم تفاصيل خطيرة للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كشفت مصادر خاصة عن وصول قوات عسكرية ضخمة قادمة من منفذ الوديعة إلى مدينة عدن جنوب اليمن واوضحت المصادر انه ضمن العتاد والقوات العسكريه التي وصلت الى عدن 12 عشره قاطره محمله بالخيام والفرش والبطانيات والمولدات الكهربائيه، واشارت المصادر الى انه كان من المفترض ان تصل تلك القوات والقاطرات التي تحمل الدعم اللوجستي لقوات درع الوطن الى مقر معسكر قياده التحالف بقصر معاشيق في عدن قبل يومين على الاقل، ولكنها تاخرت بسبب تعرقل مسيرها في محافظه ابيانه نتيجه قطع قبلي في الطريق العام بموديا واكدت المصادر ان لجنه سعوديه كانت بانتظار وصول تلك القوات من اجل استكمال اجراءات تجنيد افرادها واخذ بصمات الجنود من اجل اعتماد مرتباتهم الشهريه وان اللجنه السعوديه غادرت مدينه عدن بعد ان استكملت اجراءات تجنيد الافراد درع الوطن واخذ بصماتهم وكشفت وسائل أعلام محلية قبل أيام نقلاً عما أسمته بمصادر مطلعة أن تعزيزات صعودية متجهة من منفذ الوديعة في طريقها إلى عدن تضم عتاد وتجهيزات عسكرية كبيرة ستعقبها تعزيزات بشرية